اتصدر فوز نادي الزمالك ببطولة الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه الترند على السوشيال ميديا بعد فوزه على نادي نهضة بركان المغربي بنتيجة 1-0 في طبعاً مباراة العودة بالقاهرة، بعد ما كان خسر في مباراة الذهاب واللي أقيمت بالمغرب بنتيجة 2-1. وكان أكتر لقطة اتصدرت الترند هي لقطة هدف المباراة الوحيد واللي أحرزه اللاعب أحمد حمدي واللي كان السبب في التتويج بالبطولة. وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتهنئة نادي الزمالك على فوزه. ألف مبروك لنادي الزمالك ولكل جماهيره، وبنتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي واللي هيلعب مباراة العودة أمام الترجي التونسي يوم السبت المقبل بإذن الله.